أرحب مباشرة بالسيد بشارة خير الله الكاتب والمحلل السياسي مستشار رئيس السابق اللبناني أيضا من بيروت. أهلا ومرحبا بك معنا سيد بشارة. سأبدأ معك بهذه التصريحات لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي. إلى أي حد من الممكن أن تساهم ولو بشكل بسيط إلى حلحلة الموقف وحلحلة الموقف السعودي تحديدا الذي تبعه مواقف خليجية؟ هل ستنظر السعودية بعين أخرى لربما إلى الأزمة أو من زاوية أخرى بعد هذه التصريحات؟ أولا أهلا بكم ومنحيي المشاهدين بالمملكة الهاشمية الأردنية. أهلا بك. بيأسفني لك أنه لن تقدم أو تؤخر هذه التصريحات. كان الله بعون رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على الوزراء المرتزقة في حكومته، ومش بس جورج الضيحي، في وزراء عدة من المرتزقة في هذه الحكومة يلي عم يتبين يوم بعد يوم انه بغلبوا مصلحة الاطراف اللي بينتموا لها على المصلحة الوطنية العليا. الرئيس ميقاتي عم بحاول يثني الوزراء عن الاخطاء وعم بحاول يصحح الوضع، لكن مش رح يمشي الحال لانه مشروع هؤلاء الوزراء اكبر من انه يستقيلوا كرمال مصلحة وطنية عليا، يعني بسبب أغلاط كبيرة ارتكبوها. ومؤسف بقول لك أنه ما رح يقدم ولا يأخر يلي قاله الرئيس ميقاتي، وكان مفروض في يقوله مجبور يقوله وما عنده غير حل، إنما بيبقى بالأخير إذا هيدول الوزراء ما بدهم يسمعوا لصوت العقل أو لصوت الحكمة يلي دعيهم عليها رئيس مجلس الوزراء، بتبقى أنه العصمة بإيد رئيس مجلس الوزراء، بيستقيل وبيقيل معه كل هذه الحكومة ويعني وخلي المرتزقة. هل ستصل الأمور بميقاتي إلى هذا الحد سيد بشارة أن يذهب بعيدا ويقيل؟ نعم تفضل أستاذي الكريم. أنا وأنت فينا نتمنى، رئيس الحكومة بياخد تدبير. رئيس الحكومة إذا تمنى وما استمع لأمنياته في تدبير بالآخر بده ياخده. إذا مش قادر يقيل رئيس الحكومة، إذا مش قادر يقيل الوزير لانه في لوبينج عم ينعمل بقلب مجلس الوزراء انه اذا بيستقيل ارداحي بنستقيل معه مجموعه وزراء، يعني عم بيحاولوا يضغطوا على رئيس مجلس الوزراء، بيقدر رئيس مجلس الوزراء يقدم استقالته بيطيروا كل الوزراء. ما في غير هيدا الحل، وهيدا الفريق عم بيوصل ميقاتي ليوصل لهيدا الحل. يعني هل هناك تعتقد فريق بان ما حدث هل تعتقد سيد بشارة بان ما حدث كان بشكل لا نريد القول بأنه مدبر، ولكن بعد نشوء الأزمة وبعد اتخاذ المواقف بدأت تدخل باتجاه أزمة بالضغط على ميقاتي لعدم ممارسة أعمال الحكومة بشكل قادر على تحقيق أشياء على الأرض للبنان، خصوصا بأن ميقاتي يتحدث بأن هذه الحكومة عطلت من الداخل؟ أنا بجزم لك أنه هذا اللي صار منه مدبر، إنما استغل، يعني أسوأ من أنه يكون مدبر. جورج إرداحي مش حدا قال له يحكي هذا الكلام ليعمل أزمة، هو إذا بدك غبائه وخيانته دفعوه يحكي هذا الحكي. إنما في فريق بهذه الحكومة استغل موقف إرداحي ليعطل فيه الحكومة، وربما للمقايضة بموضوع القاضي طارق البطار. يعني مش اتفقوا مع الإرداحي أنه يسيء للمملكة، بس غلطة الإرداحي أو غباء الإرداحي أو خيانة الإرداحي أدت هيدا بهيدا الفريق أنه يستغل هيدي المشكلة حتى يقايد فيها على مشكلة أخرى، وهي إذا بدك رأس قاضي التحقيق القاضي طارق البطار بموضوع مرفق بيروت، لموضوع التحقيق بتفجير مرفق بيروت. هل هناك أي دور من الممكن أن يقوم به الرئيس اللبناني ميشيل عون في هذا الإطار؟ هل تتوقع أن تذهب الأمور إلى وساطات لربما عربية قد تكون من المحيط العربي لحلحلة الأزمة؟ الرئيس ميشيل عون ارتضى لنفسه أنه يكون طرف في الصراع، وما بيقدر يلعب لعبة الحكم. لما الرئيس يصير طرف ما فيك تطلب منه يكون حكم. الرئيس عون انحاز إلى محور حزب الله وهو في قلب هذا المحور، وهنا لب المشكلة. المشكلة أنه لبنان الرسمي موجود بقلب المحور المعادي لكل الدول العربية، المحور الذي يعمل على سلخ لبنان عن حضنه العربي وعن المجتمع، وإلى تعريض مصالح اللبنانيين بالدول العربية الصديقة للخطر. هيدا يلي عم بيصير. من هالمنطلق بقول لك أنا الطرف ما بيقدر يكون حكم. نعم.
أشكرك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة بشارة خير الله، مستشار الرئيس اللبناني السابق والكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا لك.